يذكروا فقط الجمهور الرياضي أنه يوسف بليلي اليوم من المفروض ورغم أنه الحصة مغلقة إلا أنه المعلومات اللي بحوزتنا تأكد أنه شارك في الحصة التدريبية بصفة طبيعية وعاد لجو المنافسة. سيكون له دافع كبير في المباراة الثانية أمام لبنان والمباراة الثالثة. نذكروا أنه لم يشارك في المباراة الأولى بسبب تخوف الطاقم الطبي من تفاقم الإصابة، لكنه بخير والحمد لله. يوسف بليلي ليعتبر ورقة رابحة لمجيد بوقرة ويعزم عليه كثير في المباريات القادمة.